بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم طلاب الثانوية العامة السنة الثالثة والسادة الأساتذة والموجهين اللي هم ممكن يكون لهم انترست في مشاهدة هذه المحاضرة اللي أنا بقدمها إهداء للطلاب والأساتذة. مع حضراتكم دكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة بكلية العلوم جامعة طنطا، موجود وسيلة التواصل أسفل العنوان. وطبعا لوجو العالمين ده جامعة طنطا، واللوجو اللي على الشمال تحت كلية العلوم. أنا هتحدث إليكم عن المناعة في الكائنات الحية، وهي الفصل الرابع طبعا في باب التركيب والوظيفة في الكائنات الحية، وهو طبعا ده جزء من علم الأحياء. هتكلم في الجزء الأول عن مفهوم المناعة وأهميتها للكائنات الحية عموما أيا كانت نبات أو غيره، وبعدين مقارنة المناعة الطبيعية والمكتسبة، وبعدين مسببات بقى في المناعة بتاع الأمراض، مسببات المرض عند النبات، كيفية عمل جهاز المناعة في النبات، المناعة التركيبية والبيوكيميائية، لأن هم دول اللي بيملكهم النبات بأنواعها، التركيبية لها نوعين والبيوكيميائية لها نوعين. أما الجزء الثاني فهيبقى التركيز فيه على مناعة الإنسان، والجزء ده نصه هيبقى مع الجزء النبات، والنص الباقي هيبقى عبارة عن محاضرة لوحدها، بمعنى أصح هيبقى فيه محاضرتين اتنين، محاضرة خاصة بالجزء الأول من النبات ومفهوم المناعة ومقارنة المناعة مع الجزء الأولاني اللي هي مكونات الجهاز المناعي والأعضاء الليمفاوية والأنواع لحد كده، وبعد كده هنبتدي بقى ناخد الجزء الثالث باستفاضة إن شاء الله. نيجي للجهاز المناعي، أنا طبعا مسمي هو بالإنجليش إميون سيستم، لكن أنا مسميه عن شخص عن نفسي أنا سوبر سيستم. صحيح في أجهزة كتير في الجسم سوبر زي النيرفس سيستم بالتحديد والسيركيلاتوري سيستم، إلا إن أنا شايف إن السيستم إن الإميون سيستم بالتحديد هي إتس سوبر سيستم، نتيجة لأنه بيمتلك بعض المقاومات هقول لحضراتكم عليها كمان شوية. هو جهاز زيه زي بقيه الاجهزه، عشان بقول عليه الجهاز المناعي او الاميون سيستم، وان كان في بعض الناس بتقول لا ده هو مش جهاز تقليدي كده. هو مش جهاز تقليدي زي الجهاز الهضمي او التنفسي او الاخراجي او الجنسي او الهيكلي او العضلي او العصبي، لانه الاعضاء بتاعته والانسجه مرتبطه مع بعض. صحيح، لكن الجهاز المناعي متنطور في الجسم ومكون من أعضاء، أو هو عضو واحد والباقي عبارة عن أنسجة، أوكي، وعقد لمفاوية وهكذا. عشان كده هو ده برضو ممكن نقول عليه سوبر سيستم. فالجهاز المناعي عموما متنطور، وأمانكو الأماكن بتاعته موجودة في أجزاء كتيرة من الجسم، ولكن مرتبطة ببعض عن طريق البلد اللي هو موجود في البلد فيزلز، وعن طريق الليمف اللي موجود في الليمفاتيك فيزلز زي ما هنشوف. طب لماذا الجهاز المناعي؟ ليه ربنا يعني خلق لنا الجهاز المناعي ايا كان في النبات؟ وما هو مفهوم المناعه واهميتها للكائنات الحيه؟ فاحنا ممكن نجاوب على هذا السؤال لو انت ربنا اداك فرصه انك تعمل جهاز مناعي، او اداك روبوت وقلنا لك اعمل له جهاز مناعي، ايه المكونات وايه الوظيفه؟ ما هو اي جهاز عباره عن ستراكشر اللي هو تركيب ووظيفه، ايه اللي انت هتعمله؟ تخيل انت كده. لكن طبعا انا هسيبك لتخيلك وهنيجي للربنا عمله سبحانه وتعالى يتناسب مع كل كائن حي. لكن المفهوم العام للمناعه هي قدره الجسم من خلال الجهاز المناعي على مقاومه مسببات المرض، اللي هي بقى البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات، سواء كان ذلك عن طريق منع دخولها الى جسم الكائن الحي، وده موضوع مهم جدا، او عن طريق مهاجمتها والقضاء عليها بعد ايه دخولها الجسم. يعني حماية الجسم من مسببات المرض، اما بالدفاع عنها ما تدخلش، او بعد لو دخلت تحت اي ظروف يقضى عليها داخل الجسم. ده المناعة. في نهايتها ايه بقى؟ ان المفروض، بس ده طبعا حسب الكائن الحي، الانسان بيحدث فيه الكلام ده
الضفادع سوري والفران والشمب والمانكيز والقطط والكلاب بيحدث فيها مناعة. يعني ايه بيحدث فيها مناعة؟ اللي هي بيكتسب الخلايا المناعية المتخصصة ذاكرة تستطيع بيتتعامل بقوة وبسرعة غير عادية في المرة الثانية عن المرة الايه الاولى. دي بنسميها المناعة او الميموري سيلز. طيب احنا عارفين المؤسسات كلها، مدارس، جامعات، مستشفيات حكومية او خاصة، وكذلك المؤسسات، الشركات او المصانع، لازم يبقى لها عندها نظام جودة. اوكي، اي جهاز من دول عنده نظام جودة. طيب الجهاز المناعي عنده نظام جودة؟ يس. ودي برضو مصطلحات لي انا، يعني موضوع السوبر سيستم ده مقولتي انا، مقولة الدكتور محمد لبيب سالم، والاسباب هقولها لكم. ودي برضو مقولتي، لان انا مؤمن الجودة ربنا خلقها فينا جوانا في كل جهاز، يجب علينا ان احنا نتعرف عليه. طيب يبقى اذا في رؤية. اي جودة عبارة عن ايه؟ عندك لازم رؤية ورسالة وأهداف. تعال نشوف الرؤية والرسالة والأهداف. الرؤية تبقى عام، الرسالة أخص، والأهداف أخص الأخص. الأهداف بقى اللي انت بتقوم بها فعلا يعني. إنما الرؤية والرسالة ده زي ما تقول ايه، كونسبت، مفهوم انت عايز توصل. على مستوى الرسالة الرؤية بتبقى طويلة الأمد، حلم. أما الرسالة لا، انت لازم تحدد، لازم الجهاز المناعي يقوم بيها، ولو ما قامش بيها بتحدث ديزيز. وطبعا عشان يقوم برسالة محتاج أهداف معينة، وعشان أهداف معينة محتاج مكونات. طيب نيجي نشوف الرؤية. إيه رؤية الجهاز المناعي؟ استخدام كل الأساليب المناعية الممكنة المتاحة لدى الخلايا المناعية للكائن الحي. ليه يستخدم في الأساليب دي كلها ليه المتاحة ليه بتاع الخلايا المناعية؟ لحماية الجسم من الأعداء، زي ما قلنا من في الرؤية، يا إما من الخارج أو الداخل أو دخله، بس بشرط هنا بقى دون إحداث أي آثار جانبية، دون إحداث أي آثار جانبية. أوكي. طب نيجي للرسالة اللي هي بقى الأخص، اللي هي لازم تتم. الحفاظ على صحة الكائن الحي من خلال مقاومة مسببات الأمراض الميكروبية خاصة يعني، أو كل ما هو غريب، ممكن السموك اللي الواحد بيدخنه، ممكن حبوب لقاح، ممكن حتة خشبة، أي شيء غريب. لكن طبعا كل ما كان الجسم الغريب ده ميت مبقاش فيه منه مشكلة كبيرة، أو حي لا بتبقى فيه قضية، قادر يصيب العدوى وينتقل من خلال أخي، تبقى أسوأ زي البكتيريا والفيروسات. وكذلك القضاء عليه، يبقى يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل اول القضاء على الخلايا السرطانية، يعني مش كمان الجسم الغريب والميكروبات بس، لا وكمان السرطان اللي هو نشأ اساسا من خلية سليمة يعني من الجسم، يعني المفروض الورم الخلايا المناعية ما تجيش شميته لانها تعرفت عليه قبل كده، بس يعني عشان حصل عليه شوية تغيير وكبر في الحجم وخد مساحة وبدأ يفرز مواد مش كويسة، فالجسم المناعي ممكن الخلايا المناعية ممكن تبتدي تتعرف عليها انه ايه غريب، ولو قدرت ده يبقى 10 على 10، سواء اثناء تحول الخلية السليمة الى سرطانية اللي بنقول عليها اسمها immune surveillance اللي هو المسح اول باول وموت اول باول، او لما يتحول لتيومر برضو يعمل له اتاك. يبقى اذا دي وظيفة الخلايا المناعية، الحفاظ على صحة الكائن الحي من خلال مقاومة مسببات الأمراض الميكروبية أو أي حاجة غريبة صلبة أو بودرة أو أي حاجة، وكذلك الخلايا السرطانية. طب ده بيعمله بإيه؟ باستخدام آليات محددة. الآليات دي مين اللي هيقوم بها؟ الخلايا المناعية المختلفة وما تنتجه من بروتينات، وطبعا ده بيحتاج تعاون ما بينهم، بس بشرط إيه؟ دون التسبب في أي ضرر لخلايا الجسم المناعي السليم، دون التسبب في أي ضرر لخلايا الجسم السليمة بما فيها طبعا الخلايا المناعية، يعني هم عمالين يموتوا الخلايا المصابة والفيروس والبكتيريا لكن ما يموتوش بعض، ده أهم حاجة. دي الرسالة. طب الرسالة دي عشان تكون محتاجين أهداف. طب إيه 10 أهداف؟
الأهداف دي لما أنا شفتها، أنا اللي عاملها برضو الأهداف دي، لقيتها مست لعشر أهداف سوبر، عشان كده سميت الجهاز سوبر. ليه سوبر؟ تعال بص، تعال نقراهم كده. التفتيش، يعني ايه التفتيش؟ دائم التحرك والدوران بحث عن العدو، حتى لو كان العدو ده خارج البلاد. طب ما هو البلاد موجود في البلاد فيز، طب هيخرج ازاي؟ الكرات الدم الحمراء لو خرجت تعمل مشكلة ويحصل ديزيز. لا، هو بقى يخرج، كرات الدم الحمراء البيضاء تخرج من ما بين الاندوثيليال سيلز اللي موجودة في البلاد فيزلز، وتسيبها وتروح على التيشوز، ما بين التيشوز، تبحث عن ده وتبحث عن ده، ولقت في الليمف يخرج من، يتجمع من ما بين التيشوز، وهي معاه الليمف يوديها فين؟ على الليمفاتيك فيزل، عاملة كده زي البلاد فيزلز بس ما فيش فيها كرات دم حمر، تمشي فيها. وبعدين البلاد فيزلز الليمفاتيك فيزلز توديها فين؟ توديها للبلاد، والبلاد يجيبها تاني لمين؟ للليمف نودز، وبعدين الليمف نودز تسيبها، وبعدين فالخلايا في حالة دوران مستمر عشان تفتش. مين الخلايا دي اللي بتفتش؟ الخلايا المناعية بأنواعها، وليس خلايا الايه؟ كرة الدم الحمراء طبعا. فالتفتيش هنا ليل نهار، انت نايم وهي شغالة، انت بتاكل وهي شغال، انت زعلان وهي شغال، انت فرحان وهي شغال، شغاله فين؟ في كل مكان، سيبش حته الا ما تشوف. طب الانتشار، زي الجيش بالظبط والشرط، الانتشار يعني ايه؟ في مكان واحد؟ لا، ده من اول اخمص القدم حتى منبت الراس، الى الاذن، الى تحت الابط، الى تحت الفك، الى تحت العنق، في تحت الترقوه، في كل، في الفخذ، في كل حد، انتشار في كل مكان. تعليم، يعني خلايا مش ساكنه ومش ساكنه كده راندوم، نو. التعليم لازم تتعلم في اماكن معينه، تتعلم فين وتتدرب كمان، مش تتعلم. الخلايا الليمفاويه نوعين، التي والبي. البي تتدرب وتتعلم فين؟ في البون مارو. طب والتي تتدرب في مكان تاني منعا للخبطه، اللي هو التايمز جلاند. يبقى التعليم والتدريب للليمفوسايت، ومش معنى هم دول اللي بيتعلموا وتدربوا، لان هي دي خلايا تخصصيه، فلازم يتدربوا ويتعلموا كويس قوي، تعليم اساسي وثانوي وجامعه، ما تخرجش الا اذا خدت شهاده، تخرجش الخلايا البائيه من البول مارو الا اذا خدت شهاده ان هي نجحت 100%، وكذلك الخلايا التائيه اللي بتروح التايمز جلاند. طب تخصص، هل كل خلية تخصصية لمفاوية تي أو بي تشتغل مع أي أنتجين؟ لا طبعا، ده هي تشتغل، خلقت لأنتجين واحد، عشان كده بقول عليها الإيه؟ التخصصية. يعني لو عندي ألف أنتجين دخلوا جسم، في عايزين ألف خلية تائية وألف خلية بائية يشتغلوا معها. النظام، النظام يعني إيه النظام؟ اشتغلوا كلهم، بس في مجموعة تشتغل الأول وفي بعدين مجموعة تشتغل التاني. فالخلايا الغير متخصصة تشتغل في الأول، وبعدين الخلايا المتخصصة اللي هي الليمفوسايت تشتغل بعد ما تخلص الخلايا الغير متخصصة شغلها. نظام، نظام تعلم، وأنا كاتب مقال في هذا الموضوع، تعلم الاجتماعية والنظام من اللي هو التعاون بقى من الخلايا المناعية. طب التعاون، التعاون يعني كل خلية تشتغل لوحدها؟ لا، ده كل خلية بتروح للتاني، دي تسلم دي، تسلم دي، ودي تسلم دي، نتورك، هبقى لكم بعد كده. هيعمل سويا كفريق يتنافس على قتل الايه؟ العدو. التذكر، اهم حاجة التذكر ده، من الخلايا المناعية المتخصصة اللي هي التي والبي، لما يشوفوا انتجين وتغلبوا عليه حتى لو حتة صغيرة خالص، لما يشوفوه مرة تانية وبعد 50 سنة يعمل ايه؟ يتعرفوا عليه تاني. طب لما يتعرفوا يعملوا ايه؟ يشتغلوا عليه بسرعة وبقوة اكتر من اول مرة. طيب الامانة، وطبعا التذكر هنا بيشبه، هنا الخلايا المناعية بتشبه خلايا المخ. الامانة، الامانة يعني ايه؟ اثناء التعليم والتدريب يتعلم 100%، اوعى تخون صاحبك، صاحبك اللي هو ايه؟ يا اما خلايا مناعية زيه، او خلايا كبد، او بنكرياس، اي خلايا موجوده في الجسم لا يمكن انه يضربها، مع انه هو شغلته الضرب والموت، لكن لا، لكن احيانا بيحدث خيانه نتيجه لايه؟ نتيجه الفشل في التعليم اللي هو رقم 3، بس ده رير جدا جدا. ولو ادى الخلايا تضرب في البنكرياس تعمل مرض السكر نوع 1 اللي هو بيقتل البيتا سيلز،
يضرب في الغضاريف بتاع الركبة يطلع روماتويد وهكذا. آخر حاجة التضحية. التضحية يعني إيه؟ لما يدخل أنتجين والخلايا الخلايا الغير متخصصة الشغل بتموت ويطلع بدلها بدل ما بعد ما تخلص المرحلة الأولى. فعلا معظم الخلايا المناعية غير متخصصة لما بتشتغل مع الأنتجين تاكله وتقطعه تعمل له أبتيك وتقطعه وبعدين تقتله وبعدين تقطعه وبعدين تخرجه، كل ده بتموت في الآخر بتنفجر ويطلع غيرها من البولمر. طب والخلايا المتخصصة تشتغل برضو تشتغل شوية ويحصل لها بقى ايه تقاصر من 10% لألف المليون لعشرة مليون وتشتغل وتموت، وبعدين في الآخر تقوم ايه 95% من العشرة مليون يموتوا ويبقى 5% فقط على هيئة ذاكرة. دي تضحية ولا لا؟ اللي احنا قلناها في شهر في رقم 8 تذكرة اللي يبقى عندها ذكرى ميموري اسمها ميموري سيل. طب والباقي 95% بيحصل بيضحي بنفسه وبيموت. ليه بيضحي نفسه بيموت؟ طب ما يستنى، لو استنى هيتنه يخبط بقى في الجسم لأن عدد كبير ونشط، فلازم يتخلص ايه من نفسه لضمان صحة الخلايا السليمة. طيب عشان تعمل الأهداف دي انت مطلوب ايه؟ مطلوب جهاز مناعي مزود ببعض الحاجات. مزود بايه؟ لازم عنده خلايا مناعية متخصصة وغير متخصص، كل واحدة تشتغل بالطريقة اللي انا قلتها، آلية لاستمرار تجديد الخلايا، خلايا ماتت في المعركة طب تطلع بدلها منين؟ خلاص خلايا الجهاز المناعي استنفذ، لا عندك البون مارو نخاع العظم اللي موجود في العظام الطويلة زي الحوض وزي الفخذ يعمل ايه؟ يطلع بدل فائد اللي خلص او بدل تالف، يا تالف يا فاء. وكذلك الغدة التيموسية تطلع التي سيلز بدل تالف للتي سيلز. طب اعضاء متخصصة تحول خلايا المناعية، عندك سبلين وعندك ليمفنود وعندك الغدة التيموسية والبولمر والآخر. طب عندك بروتين تتعرف على الأعداء، الخلايا المناعية بيبقى على سطحها بروتينات فقط شغلتها انها تتعرف على الأعداء دون الأصدقاء. طب وبروتينات تانية تفرزها عشان تقتل بقى الأعداء، وبروتينات تانية تعيشها تخليها تعيش عيشة حلوة وفايتال كده وكويس. وبعدين لازم الخلايا دي تتجنب إزاء الذات، يعني بعد ما تقوم بمهمتها تنتهي وتموت. تذكر العهد زي ما احنا قلنا المناعي، فلازم يبقى عند الصفات موجودة فين؟ في الجهاز المناعي. طيب نيجي بقى للجزء الأول اللي هنتكلم فيه عن الجزء بتاع النبات، وجزء صغير كده بعد كده على تركيب النبات في تركيب المناعة في الإنسان. الجزء الأول مكونات المناعة في النبات. النبات عنده مناعة؟ عنده مناعة معقدة؟ لا مش معقدة أوي، بس وجد إنها معقدة لدرجة تكفي لتعقيد تركيب النبات وزي ما هنشوف دلوقتي. فالنبات عنده مشاكل، إيه اللي ممكن تجي له منين؟ أعداء يجي له منين؟ ما إحنا بنتكلم دلوقتي على الأعداء اللي هو اللي ممكن يسبب له مرض، الأعداء الخطرة وظروف غير ملائمة ومواد سم. هذا الثلاث حاجات اللي ممكن يقابلهم النبات ويتأثر بيهم جدا جدا، وكل واحدة محتاجة ايه تدخل عشان يتغلب عليه. الأعداء الخطر تشمل حيوانات الرعي، الحشرات، حيوانات الرعي ممكن تدوس على النبات أو تاكله، الحشرات تقف عليه وتاكله، الفطريات تصيبه والبكتيريا والفيروسات. الظروف الغير ملائمة يبقى أعداء حاجات كائنات أخرى تستطيع أنها تاكله أو تؤذي النبات. طب الظروف الغير ملائمة دي الظروف البيئية بقى، درجة حرارة عالية أو واطية زيادة عن اللزوم، النقص في المية زيادة عن اللزوم، أوكي، يبقى درجة حرارة البرودة، المية والعناصر الغذائية في التربة، كل دي حاجات بيئية موجودة في التربة أو في الجو في الهواء أو في المية، كل دي يا تربة يا هواء يا مية، أي زيادة أو نقصان زيادة عن اللزوم اكستريم يؤدي يبقى ظروف غير ملائمه بتخلي الحيوان النبات يمرض تماما، ولازم تظبيط الحاجات دي الظروف البيئيه. اخر حاجه بقى طبعا اللي هي من فعل الانسان المبيدات، المواد السامه، المواد السامه زي الدخان اللي بيطلع في الحرايق، الابخره اللي بتطلع بالمصانع، الابخره السامه، المبيدات الحشريه اللي احنا بنستخدمها بزياده، اوكي، الصرف الصحي، في ناس بتروي بالصرف الصحي دي مشكلة كبيرة جدا، غير معامل طبعا وما شابه ذلك. الحاجات دي كلها بتروح المصانع بعدين تروي النبات
وتبقى مشكلة كبيرة جدا، تسمم النبات تتجمع فيه وممكن تؤدي إلى موته أو تخليه ينتج مواد سامة. وطبعا السبب الأولاني الأعداء الخطرة، وده ممكن تلافيها. أوكي، ولما بيمشي خلاص يعني نلافيها خلاص النبات بيرجع تاني، أما بزوال السبب يعني. أما طبعا الثالث اللي هي المواد السامة دي اللي بتبقى مشكلة لأنها قاتلة للنبات. نيجي نتكلم عن طرق المناعة في النبات. المناعة في النبات لها مناعة تركيبية وبيوكيميائية. أنا هبين هنا المناعة التركيبية لأن هي نوعين. مناعة تركيبية، تركيبية يعني إيه؟ في تركيب النبات نفسه. ففي مناعة تركيبية موروثة النبات مولود بيها، جزء أساسي من النبات، ومناعة تركيبية مكتسبة ما بتكونش إلا بعد ما النبات يتعرض إلى سبب من مسببات المرض. أوكي؟ طيب المناعة التركيبية الموروثة زي إيه؟ زي الأدمة الخارجية أو الجدار الخلوي. إن الخلية عبارة عن إيه أساس؟ عبارة عن جدار خلوي حوالين الغشاء الممبرين، والجدار الخلوي بيبقى سميك، وبعدين في عند الأدمة بقى اللي هي موجودة إيه فوق خالص بالنسبة للنسيج بتاع النبات. الاثنين دول ميزتهم فيهم ايه، سواء كانت ادمه او جدار خلوي، فيهم سليلوز والجنين، الاثنين دول صعب اختراقهم باي ميكروب او اي حاجه. طبعا بالاضافه لده الاستراكشر اميونيتي بالنوعين بتوعها، والبايوكيميكال الاميونيتي بالنوعين بتاعها اللي هو الجاهز واللي بيتعمل. الانسان نفسه اللي بيتعامل مع النباتات بيحاول يعمل طرق خاصه بيه هو عشان يعمل ايه، يستحدث وسائل تعمل على حماية وقاية النبات من الأمراض. زي إيه؟ مبيدات الأعشاب الضار يشيلها، مقاومة الحشرات بمبيدات حشرية. أوكي؟ يخلي النبات يعمل سلالات من النبات تقاوم الأمراض النباتية، ودي موجودة بالجينيتك إنجينيرينج، عشان تكتسب أو يديها مناعة مكتسبة عشان تنتج سلالات مقاومة للأمراض والحشرات. ودي طبعا بتحتاج هندسة وراثية، حط جين مكان جين أو يقوي جين أو هكذا. وطبعا المركبات وتنشيط الحماية والمقاومة ممكن تنتقل من خلية لخلية عن طريق جهاز النقل في النبات اللي هو عامل زي الأوعية الدموية في الحيوانات والإنسان. أوكي؟ يبقى الخلاصة هنا في استراكشر إميونيتي تركيبية، وفي بايوكيميكال إميونيتي بنوعين، في نوع جاهز ونوع مكتسب، في كل حاجة من الحاجتين دول. طيب نيجي للمناعة التركيبية. المناعة التركيبية تمثل الخط الدفاعي الأول لمنع المسببات المرضية من الدخول إلى النبات، مش دخوله بس وانتشار. يعني بمعنى أصح هي حواجز طبيعية ممكن تكون موجودة أساسا، تركيبية موجودة أصلا في النبات، اللي أنا أقول تركيبية طبيعية أو وسائل مناعية تركيبية تتكون إمتى؟ كاستجابة للإصابة، ما بتبقاش موجود لكن لما بيحدث إصابة تبقى موجودة. دي أمثلة. أوكي؟ المناعة التركيبية الموجودة أساس إيه اللي موجود؟ كلنا عارفينه، الأدمة اللي على سطح النبات والجدار الخلوي. الأدمة دي عبارة عن إيه؟ ما هو بتغطي النبات بطبقة شمعية. طبقة شمعية دي بتطرد المي. طب بتطرد النضال لصالح النبات؟ طبعا، لأن النبات بيئة ممتازة جدا لنمو الفطريات وتكاثر البكتيريا، وده وحصل خلاص هيحدث انفكشن للنبات. فطبيعي الأدمة عليها طبقة شمعية خلاص بتطرد المية دي، أو يكسو الأدمة شعيرات، ممكن يبقى عليها شعيرات أو أشواك تخلي الحيوانات التانية ما تقدرش تستخدمها، وطبعا بتمنع برضو تجمع الماء وبتمنع أكل الحيوانات الأخرى بتاع الرعي للنباتات دي. فدي يعني الأدمة دي مهمة جدا جدا بهذا الشكل، سواء عن طريق طرد المية عشان تعقيم المكان، أو أشواك أو شعيرات تخلي الحيوانات الأخرى ما تاكلش النبات. نيجي للجدار الخلوي، مهم جدا، لأن الجدار الخلوي بيتركب من زي ما قلنا من سيليلوز والجنين. أوكي؟ فالاثنين دول صلبين جدا، المواد الصلبة، فتمنع إيه؟ تمنع دخول أي كائنات ممرضة للنبات. فدي حاجات فيزيكال، حاجات يعني عن طريق منع الاختراق للنبات.
أدى شكل الأدم الخارجية فوقه على طبقة الكيوتيكل وعليه الطبقة الشمعية وبقية طبعا الإيه التركيب بتاع النسيج النباتي. لكن اللي يهمنا هنا اللي أنا عامل عليه بالسهم كيوتيكل وفوقه طبعا بيبقى الطبقة الشمعية، بتبقى لذيذة جدا. وحتى شايفين الشكل رائع كده، أنا بحب قوي رسومات النباتات وتبقى مصفوفة صفات مصفوفة بطريقة جميلة. وعلى فكرة هنا بيشبه تركيب الجلد برضه في الإنسان، هنبقى نشوفه. نيجي بقى خلصنا كده المناعة التركيبية الطبيعية، لا هنا برضو في مثال اهوت اللي هي الجدار الخلوي تركيبه. جدار الخلوي اهوت على الشمال ده مكون من سيليلوز وقلنا معاه لجنين وبعض المواد الكربوهيدراتية، ودي بيبقى سميك عشان يمنع اي خلية اي ميكروب فيروس او بكتيريا يدخل، فعلا بيمنعه. اوكي طيب مش كده وبس، مع قوته ده الا ان الجدار الخلوي السيل السيل وول في بتتمد منه من خليه الى اخرى تخترق حاجه اسمها بلازمو ديسماتا. البلازمو ديسماتا دي عباره عن زوائد من سيتوبلازم الخليه النباتيه تعدي من السيل وول تدخل في السيتوبلازم بتاع خليه تانية، شيء رائع جدا جدا حقيقي يعني. اوكي على اليمين هنا زي ما انتم شايفين دي الاشواك والشعيرات اللي موجودة مثلا على التين الشوكي فوق وعلى الصبار وعلى التين، بحيث ان هم يمنعوا الحيوانات الاخرى انها تاكل، ان تبقى تعمل لهم اذى فبيبعدوا عنه، في نفس الوقت بيموت بعض الحشرات ويحمي النبات. نيجي بقى تاني حاجة، احنا كده خلصنا المناعة التركيبية الطبيعية الموجودة بطبيعة الحال اللي هي زي الأدمة زي اللي هي السيل وول والطبقات الثانيه. نيجي هنا بقى المناعه التركيبيه الناتجه او بتحدث نتيجه للاصابه بالكائنات الممرضه زي ايه؟ دي حاجات بتفرز بقى زي الفلين. الفلين ده عازل. اوكي الفلين اللي انتم بتقفلوا بيه ازازه كده بس ده بيبقى سينسيتك، ازازه ميه او ازازه اي حاجه. فلين ده يعزل المناطق التي تعرضت لايه؟ للقطع او التمزق نتيجه لنمو النبات في سمك او بسبب جمع الثمار او سقوط الاوراق في الخريف او تعدي الانسان، اي حاجه من دي ادت الى قطع في الساق او في الجذر او الاخر، على طول يعمل الايه؟ يقوم فارز الفلين. في نباتات قادره على كده جدا جدا ومشهوره بالفلين. يعمل يغطي المنطقه ديت ويمنعها عشان ما يدخلش الميكروبات منها، حاجز يعني. اوكي الحاجه الثانيه التايلوزات. التايلوزات دي بقى عجباني جدا جدا، عباره عن نفافيف كده بتطلع من الخلال البراشمي للداخل عشان تعمل تمنع، هوريها لكم دلوقتي، تمنع الايه؟ تمنع دخول الميكروبات، تحجزها يعني عشان ما تنتقلش الى الخلايا الغير مصابه. يبقى عباره عن نموات زائده تنشا نتيجه تمدد الخلايا البرانشميه اللي بره المجاوره للقصيبات الخشب، وتمتد داخل بقى داخل جوه داخل القصيبات دي بالنقب، يعني القصيبات بتبقى شديده شويه بالنقب تتنها داخله داخله لحد ما الانتفاخ اللي فوق يدخل على جوه يمه الشمال والانتفاخ اللي تحت يدخل على جوه يمه اليمين فيعملوا حاجز زي البوابات. وهي تتكون نتيجه تعرض الجهاز الوعائي للقطع او للغزو من الكائنات الايه الممرضه، فبيبقى السبب الرئيسي ان القطع ده ما يستمرش لاماكن اخرى ينتشرش او الكائنات الممرضه ما تنتشرش، فتحط تعيق تحرك هذه الكائنات الى الاجزاء الاخرى. وده بدي هنا مثال للفلين، لو شفنا الشجره اللي على الشمال دي هنلاقي الخط البني اللي محاط بكل الشجره هو ده الفلين. اوكي فلين او القلف الخارجي عشان يحمي البشره، لان ده لو مش موجود البشره هتبقى سهل جدا اصابته. وطبعا الفلين ده لو جيتوا على اقصى اليمين تحت هتلاقوا كده زي شباك مقطوع يعني من شجره من جذع شجره، هتلاقوا القلف الخارجي اللي هو الفلين الخارجي وفلين داخلي. اوكي وطبعا جوه بيبقى الخشب، ودي طبقه بتحمي عامله كده زي الجلد الادمه او المنطقه اللي فوق الجلد، يعني الجلد ده هي الادمه. نيجي لي على الشمال تحت ده التفصيل بقى التركيب التفصيلي للي عايز يعرف الى اللي هو الفلين ده عباره عن ايه القالف، يعني تلاقي هنا قالف الخارجي
في عبارة عن فلين خارجي ميت ولحاء ميت تحته، اوكي، منتج حديثا يعني. وبعدين الداخلي عبارة عن لحاء خارجي وألياف لحاء والبشرة الفلينية والنسيج الإنشائي الفلين. anyway كل ده اللي انت عايز تشوفه، بس ان بيبقى فيه فلين خارجي بسميك مقام من فلين خارجي ميت ولحاء ميت وفلين ميت حديثا اللي هو لسه متكون يعني. ده اللي بيحمل ايه الشجرة زي ما تشوفين المقطوعة دي باين فيها التركيب يعني. طيب اما بقى التايلوسول كمثال المناعة التركيبية بقى الفلين تركيبي. كذلك التايلوسول اتكون ازاي؟ على اليمين ادى الجزء من النبات اتقطع، حدث قطع في اماكن معينة فوق وتحت، فابتدى الخلايا البرانشيمية تكون زي بالونة جوه داخلة اللي هي مادي والتانية عكسها وهكذا، فيعملوا بوابات تمنع انتشار العدوى وانتشار الكسر اللي موجود. وده الشكل الطبيعي بقى اللي على الشمال من التايلو التايلوسز، اسمها بالانجلش تايلوس. شوفوا عدوهم كام، 1 2 3 4 5 6 حوالي 7 8. اوكي، منظر جميل، بيعملوا كده زي بوابات تمنع الإصابة إنما تدخلش في الجسم. ايه اللي بعد كده؟ رقم 3 احنا قلنا الفلين، قلنا التايلوسول. ثالث حاجة ايه؟ النبات ممكن اللي ما يقدرش يعمل فلين يعمل جم صبغ، صمغ. والصمغ طبعا لا بيلزق فيه الحيوانات والحشرات والميكروبات، فبالتالي بيعتبر وسيلة من الوسائل الحماية العالية جدا. يبقى تفرز النباتات المصابة بجروح زي ما حصل مع الفلين أو قطوع لمادة الصمغ حول موضع الإصابة لتمنع دخول الميكروبات داخل النبات، دي وظيفته. طيب تراكيب مناعية خلوية بقى، أوكي، يعني مش بروتينية، دي بسيطة خالص. تلاقي الخلية المصابة أو اللي حصل عليها قطع أو يحصل لها إيه؟ إنها تنتفخ، أوكي؟ يبقى دي التراكيب المناعية الخلوية معناها بتحدث في خلية معينة، تحدث بعض التغيرات الشكلية نتيجة الغزو، ومن أمثلتها انتفاخ الجدر الخلوية سيل وول لخلايا البشرة وتحت البشرة لما يحدث اختراق للكائن ممرض، تنتفخ فيؤدي إلى تثبيط اختراقه لتلك الخلايا. نقطة من أول السطر مش هيقدر يكمل. إيه الحاجة التانية الجميلة جدا اللي عجبتني تبع التراكيب المناعية الخلوية؟ تلاقي النبات جاله مثلا فطر، والفطر ده بيغزل عشان يحيط النبات، وبعدين يبتدي ينتقل من مكان إلى آخر. على طول النبات يقوم عامل إيه؟ النباتات الشطرة اللي بتقدر تعمل كده، تعمل هي غلاف عازل لكل الفطر اللي موجود ده، وتخلص وتخلص النبات منه عشان ما ينتقلش من خلية خلية. ده بطريقة بصراحة أنا بشوفها طريقة سمارت. كذلك انتفاخ الجدر الخلوية طريقة سمارت، ترسيب الصمغ وإفرازها في الأماكن اللي فيها دي سمارت، ودي موجودة في الجسم عندنا في الإنسان. لما يحدث قطع في الجلد تلاقي على طول يحدث عمليات بايوكيميائية ويتفرز الفبرين عشان يسد، او جلد عشان تسد، اوكي. فديت مهمة جدا جدا حقيقة. رقم 5 بقى اللي هو التخلص من النسيج المصاب، ودي معروفة بقى بالحساسية المفرطة. يعني ايه؟ يعني النبات لما يصاب بحاجة وخلاص بقت مشكلة ومش قادر يحلها يقطعها وخلاص وانتهينا، زي ما بيحصل مع بعض مثلا في مرض السكر لما يبقى غير غرينة. طب هتعمل ايه؟ ما انت لو سبتها تنتشر في الجسم كله هتموت، وده في الانسان. هتعمل ايه؟ تعمل حاجة اسمها امبيوتيشن، قطع الرجل او القدم حسب بقى الاصابة او الغرغرينة وصلت لحد فين. لذلك النبات عشان يريح نفسه وفي نفس الوقت عشان يزيل الالم وفي نفس الوقت عشان الغرغرينة ما تنتشرش في الجسم كله وموت. فهنا نفس الكلام، النبات يقتل النبات بعض انسجته ليمنع انتشار الكائن الممرض منها الى انسجته السليم، دي تضحية، وبالتالي يتخلص النبات من الكائن الممرض بموت النسيج المصاب. دي كانت خمس حاجة. نيجي بقى بعد الخمس حاجات اللي قلناهم في التغيرات التركيبية او المناعة التركيبية المكتسبة اللي هو الفلين والصمغ والتايلوسولز والشبكات اللي بيعملها النبات وقطع قطع الجزء المصاب اللي بتسميها الحساسية. نيجي بقى اخر حاجة المناعة البايوكيميائية. ما انا خدنا
المناعه التركيبيه بانواعها اللي هو موجود اورليدي زي الادمه وزي السيل وول وبعدين والاشواك وبعدين المناعه التركيبيه اللي هي مكتسبه زي اللي لسه قايلينهم دلوقتي اللي هو الصمغ وزي التايلسول وزي الشبكه وزي قطع الجزء المصاب وزي الايه كمان يا ربي قلناه انتفاخ طبقه الادمه والسيلول. اوكي طب نيجي بقى هنا البايوكيميائيه. بايوكيميائيه يعني ايه؟ تختلف مش تركيبيه. ده دي هتبقى افرازات يا اما مستقبلات تستقبل ضوء تستقبل عدو تستقبل حاجه وتنقل ده جوه عشان الخليه تبتدي تفرز ايه مواد، او مواد كيميائيه تفرز مضاده للكائنات الدقيقه انت مايكروبيال يعني، او مواد تانية مواد كيميائيه زي الفينولات والجلوكوزيدات سامه تقتل مين؟ الكائنات الممرضه. طب نمسك اول واحده المستقبلات، تدرك وجود الميكروب تتعرف عليه، ودي على فكره النبات تم اكتشاف الريسبتورز دي اللي هي في الانسان منها نوع اسمه تي ال ار مش هقوله لكم هنا، تي ال ار ريسبتور وجد اكتشافه اصلا في النبات قبل اكتشافه في الحيوان، يتعرف على بعض المنتجات الميكروبيه ويبتدي يخلي الخليه تفرز مواد تتخلص من الميكروب. يبقى دي مستقبلات تدرك وجود الميكروب بره وتتعرف عليه وتنشط وتنشط دفعات داخل السيتوبلازم في بتاع النبات، وهذه المركبات توجد في النباتات السليمه والمصابه على حد سواء، الا ان تركيزها طبعا بيزيد بعد الايه؟ بعد الاصابه. يعني هي اوريدي موجوده بس اول ما حدث اصابه سبحان الله تزداد عشان تقدر تتعرف على عدد اكبر من الممرضات. فطبعا دي تحفيز بتعمل تحفيز لوسائل جهاز المناعه الموروثه في النبات. يعني دي ممكن تطلع جم، ممكن تطلع فلين، ممكن تطلع غازل، ممكن تطلع تخلي الخليه يحصل لها تدخل، هي التراكيب الكيميائيه اللي هي ايه المكتسب. او مواد كيميائيه، مواد كيميائيه مهمه جدا جدا بتفرزها بيفرزها النبات تقاوم الكائنات زي كانها انتبيوتيك يعني. وهذه المركبات اما ان تكون موجوده اصلا في النبات قبل حدوثه او بعد الايه الاصابه زي المستقبلات. ومن هذه المركبات طبعا ايه الفينولات والجلوكوزيدات، ده نوع من الانتي مايكروبيال كيميكالز، دي تعمل ايه؟ تقتل على طول الكائنات الممرضه. وفي ناس فكرت انها تستخدمها في الانسان يعني مثل البكتيريا او تثبط نموها، وبعض هذه المركبات لا توجد اصلا في النباتات السليمه. يعني سبحان الله لازم لو موجوده هتهلك النبات، كل شويه يقعد يطلع 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 وتنتهي دون على الفاضي، لكن لا النبات مبرمج ان هو ما يطلعش الفينولات والجلوكوزيدات اللي هي المواد الكيميائيه دي الا لما يبقى عنده اصابه، وبعدين الاصابه دي تخلي بقى النبات الخلايا تكون هذه المواد القاتله عشان تهاجم بها الايه ان الكائنات الممرضه. اما المستقبلات فهي اوريدي موجوده بس بنسب بسيطه، بس اول ما تحدث اصابه تزيد حوالي 100 ضعف. ودي شكل بعض المستقبلات بتبقى موجوده اللي هي بتتعرف على الممرضات. نيجي للمواد الثانيه اللي هي المواد الكيميائيه الثانيه اللي هي بدل الجلوكوزيدات هنلاقي برضو الايه او بالاضافه للجلوكوزيدات هنلاقي احماض امينيه غير بروتينيه، وده شيء انترستنج جدا لان ديت احماض امينيه غير بروتينيه. يعني ايه غير بروتينيه؟ لا تدخل في تركيب البروتين، ودي قلما الكلام ده يبقى موجود يعني لكن بتفكرني بحاجه اسمها المايكرو ار ان ايه موجوده في الانسان، ما تدخلش في تركيب البروتين، يعني ما هياش ار ان ايه يتم الترانسليشن بتاعها الى بروتين، لا هي موجوده عشان بالعكس تمنع تكوين بعض البروتينات او تحويل بعض الميسنجر ار ان ايه الى بروتينات. المهم دي حاجه جميله جدا جدا في النبات وبصراحه عجبتني قوي، احماض امينيه بس ما تدخلش ضد تركيب الايه البروتينات. وهذه الاحماض لا تدخل في بناء البروتينات في النبات ولكنها تعمل ايه بقى؟ عشان ما لو دخلت في تكوين البروتينات خلاص طب هتقاوم ازاي؟ فلازم ما تدخلش، يبقى لها وظيفه ثابته فقط هي وقايه النبات، ودي بتشمل مركبات كيميائيه سامه للكائنات الممرضه زيها زي الايه؟ الكنافين والسايفولسبورين، عامله زي ما تكون مضادات حيويه. احماض امينيه غير بروتينيه
يعني هي بروتينات بس بتدخلش في الاحماض الايه الامينيه. جميل، يبقى كده خدنا الجلايكوسيدات وخدنا الاحماض الامينيه ايه الغير بروتينيه، ودي من الكيميائيات المواد الكيميائيه اللي متبقاش موجوده فين في الاصل، بالاضافه طبعا الريسبتورز كان رقم واحد. الريسبتور ده يعتبر حاجه زي ستراكشر. بروتينات مضاده للكائنات الدقيقه، اوكي، بروتينات انتي مايكروبيال، والتانية برضو كانت انتي مايكروبيال لسه واخدينها دلوقتي، اللي هي زي الاحماض الامينيه الغير بروتينيه او الجلوكوزيدات، اوكي. تقوم بعض النباتات بانتاج بروتينات ما كانتش موجوده قبل كده، ولكن برضو لما بيجي اصابه بتكونها. ليه؟ عشان تتعامل مع السموم التي تفرزها الكائنات الايه الممرضه، ودي مهمه جدا، ولازم ما تكونش سامه للنبات نفسه اللي بيفرزها وتحولها الى مركبات غير سامه للنبات. واحيانا تنتج النبات بعض الانزيمات اللي هي اسمها ديتوكسيفاينج انزيم، حيث تقوم هذه الانزيمات بالتفاعل مع السموم التي تفرزها الكائنات الممرضه وتبطل سميتها. يعني البروتينات المضاده للكائنات الدقيقه بتعمل ايه؟ بتفرزها الخليه النباتيه عشان لما تحدث اصابه تعمل ديتوكسيفيكيشن للمواد السامه اللي بتفرزها الايه؟ المواد الممرضه. يعني مش بتموت المواد الممرضه، لا، دي معموله مخصوص عشان تعمل ديتوكسيفيكيشن او تحول المواد السامه اللي بتفرزها الكائنات الممرضه الى مركبات غير سامه. يبقى هنا في احماض امينيه غير بروتينيه، وفي جلايكوسيدات ان هي انت مايكروب بتشتغل على الميكروب نفسه اللي مسبب المرض، وبعدين في بروتينات مضاده للكائنات، بس هنا بقى ممكن نغير العنوان ده، مضاده للمركبات السامه التي تفرزها الكائنات الايه الدقيقه. ومما سبق طبعا نجد ان بعض النباتات تقوم بتعزيز وتقويه دفاعاتها بعد الاصابه، ودي من حكمه ربنا سبحانه وتعالى عشان ما تهلكش الطاقه بتاعتها وما تهلكش منتجاتها، لان كل الحاجات دي بتحتاج طاقه كبيره جدا اي تي بي عشان تعملها، فبتخليها لحد ما يحدث اصابه في الريسبتورز اللي موجوده. قالت في اصابه اللي احنا قلناها اول حاجه، في اصابه خلاص تبتدي تدي اشارات ان الحاجات دي كلها الاحماض الامينيه الغير بروتينيه تشتغل، البروتينات المضاده للمركبات الغير سامه، المركبات السامه من الامراض تشتغل، المواد اللي هي ضد الميكروبات نفسها تشتغل، يبقى عندي منظومه ثلاثيه ماشيه في تناغم عالي جدا جدا جدا. انما ايه اللي لازم تبقى موجوده في الاول بس ولو بعدد قليل؟ الريسبتورز، عشان هي دي البدايه، هي اللي بتشعر قرون الاستقرار. وهنا الفيجر ده مش موجود طبعا عندكم ولا هتشوفوه، بس انا بصراحه جبته عشان تعرفوا ان الموضوع المناعه في النبات بيشبه، والله انا بدرس ده لطلابي في الانسان، موضوع مهم جدا. بيبين ايه هنا؟ في ريسبتور زي ما انتم شايفين ادي السطح العلوي للخليه اللي هو السيل ممبرين اهوت، اوتر وانر ممبرين، هنلاقي موجود في ريسبتورز اسمها ار ال كي على الشمال وار بي او اتش اس على اليمين البنفسجيه. دول وظيفتهم ايه بقى؟ دول يتعرفوا على المنتجات الايه الميكروبيه. اختصارا عشان انا بديها لكم بس عشان تعرفوا الوضع، دامز دي مختصر لدينجر سيجنال بتفرزها كل الميكروبات او بعض الميكروبات، او بامز دي مواد زي ما قلنا المواد السامه، والبامز نوع تاني تكون عباره عن كربوهيدرات او الاخر ايا كان، كايتين او كربوهيدرات او مواد سامه او بتاع، لها ريسبتور زي موجوده على السطح اللي هي البني ار ال كي والار بي او اتش اللي هي البنفسجي. اول ما يشبكوا ببعض اللي هو الحاجه الخارجيه اللي هي المنتجات الميكروبيه مع الريسبتورز اللي كنا بنقول عليه من شويه اللي موجود على السطح، يحدث بقى عمليات كيميائيه سريعه جدا جدا تؤدي في النهايه الى ايه؟ الى ريجوليشن تحت خالص زي ما انتم شايفين، ريجوليشن اوف جين اكسبريشن. جين اكسبريشن ده يعمل ايه؟ يعمل على اليمين ديفنس ريسبونس مناعه يعني، اوكي، وبعدين على الشمال يعمل جروث للنبات، يعني يعمل حاجتين، يعمل جروث للنبات ويعمل ديفنس للايه؟ ديفنس يعني دفاع مناعه يعني. وده من خلال بقى طبعا ايه؟ يطلع عندي بعض الشوائل الار او اس، الشوارد اللي هي تموت، مش هندخل فيها دي، لكن في النهايه بيدي ريزيستنس اجينت زي ما انتم شايفين
على اليمين فوق سهم طالع كده من السلمبرين اسمه كوانتيتيف ريزيستنس، واللي تحته اسمه كوانتيتيف يعني على المستوى النوعي والكمي. الخليه تصبح تفرز مواد تصبح ايه تموت المنتجات البكتيريه او الفيروسيه اللي موجوده فوق. فيجر رائع جدا جدا حقيقه، ده مش مطلوب منكم بس عشان تبقوا عارفين ازاي الحيوانات يبقى سوري النبات يبقى له جهاز مناعي. العمليه مش مجرد كده لا ده جزيئات. واتضح من حوالي برضو كام شهر كده ان النبات بيستخدم الـ ATP في إرسال الإشارات داخل السيتوبلازم عشان يوصل الرسائل دي من خارج الخلية إلى النيوكلس اللي فيها الجين اللي يحصل له ريجيليشن أو جينيشن. كده بقى خلصنا الجزء الأول من المناعة في النبات، وقلنا قبلها مفهوم المناعة، الرؤية، الرسالة، الأهداف، وبعدين قلنا إيه الأهداف العشرة، وبعدين قلنا إيه المطلوب من الجهاز المناعي، وقلنا ايه هي المناعة نفسها. وبعد كده هنتكلم بقى جزء بسيط خالص عن في خلال ربع ساعة عن الجزء الاول من المناعة في الانسان، وهو فقط نركز على مكونات المناعة في الانسان. نرجع تاني للرسالة اللي كنا قلناها في الاول اذكركم بيها سريعا، الحفاظ على الصحة، لان دي تنطبق قوي على الانسان، الحفاظ على صحة الكائن الحي من خلال مقاومة مسببات الأمراض الميكروبية وكل ما هو غريب رقم 2، وكذلك القضاء على الخلايا السرطانية رقم 3، وذلك باستخدام آليات محددة من خلال التعاون بين الخلايا المختلفة اللي هي الخلايا المناعية طبعا وما تنتجه من بروتينات، سواء الخلايا والبروتينات بتاعتها، بشرط إيه؟ دون التسبب في أي ضرر لخلايا الجسم السليم. يعني يقول للرسالة فقط إن هو يقضي على الأمراض الميكروبية والأجسام الغريبة والسرطان ويقف باستخدام الخلايا المناعية، غلط. إنما لازم يقول إيه؟ دون التسبب في أي ضرر لخلايا الجسم السليم، سيبها في حالها الحمد لله. طيب إذا بنتكلم على أصدقاء وعلى أعداء، اللي هو هيسيبها في حالها الأصدقاء، واللي هو يتعامل معاها الميكروبية أي حاجة غريبة أخرى، والسرطان لما يبقى غريب ده اسمه أعداء. يبقى في عندي مجموعتين، أصدقاء وأعداء. هديكم مثال الأصدقاء. عندك خلية عضلية في الجسم، صديق، شايفها صديق. خلية دم كذلك، خلية عصبية كذلك، خلية طلائية كذلك. لكن لو تلاحظتوا الخلايا دي عليها إيه؟ عليها علامات أنا كاتب أسمها هي. العلامات دي هي اللي بتميز، بتدي صفة الصداقة لهذا الإيه؟ لهذه الخلايا اللي هي موجودة في نفس الجسم. لو العلامات دي خد بالك اتغيرت، الخلايا المناعية ممكن تشوفها على انها ايه؟ عدو، ودي اللي بتسبب الامراض ذاتية المناعة، وده موضوع هنبقى نتكلم عليه بعدين. بس خليك عارف ان العملية كده مش بالشكل، لا ده فيه علامات بروتينات. ايه العلامات دي؟ بروتينات موجودة على سطح الخلايا بتاعتنا كلها شبه بعض، عشان الخلايا المناعية تتعرف عليها نفس العلامات، بس هتبقى مختلفة عن زي ما انت شايفين عن العلامات بتاع الصديق، وبالتالي سهل جدا الجهاز المناعي يتعرف عليه. طبعا الأعداء كتير. بص الباقي الفراش فوق الشمال ده ممكن ما تشوفوش لو محدش ما بينظفش المرتبة أو اللحاف وبيعرضها للشمس كل أسبوع مرة على الأقل، هتلاقي فيه باقي فراش. باقي فراش ده مشكلة كبيرة جدا. عندك السكرتيريا اللي على اليمين، بدي أمثلة. السكرتيريا زي ما شايف لها راس عامله زي الحيوان المنوي كده، ولها ديل ومشقوع من تحت، اللي تحتها ده الجلد بتاع الانسان، بتخرم فيه بالانزيمات بتفرزها من الراس بتاعتها دي عشان توصل لايه؟ للليمفاتيك فيزلز، ومنها للبلاد، وتسرح بقى على الايه؟ على البورتال، على الدوره اللي هي البابيه، وتروح للكبد، وبعدين للرئتين، وبعدين تروح تعسكر هناك بقى ويبتدي الذكور والإناث. يعني مشكلة كبيرة، ده عدو كبير جدا. الحمد لله ما عادش دلوقتي في مصر يعني إلا قليل. اللي تحت دول بقى أنواع كتير جدا من البكتيريا، العصبي والدائري ومش عارف إيه، كتير جدا. أنتوا عارفين البكتيريا نوعين، يا إما بنقول عليها جرام نيجاتيف اللي هي بتدخل زي الفيروس كده داخل الخلية، لازم تدخل الخلية وتعشش فيها، وبكتيريا تبع بتعيش ما بين الخلايا بنسميها اكسترا سيلولار او غير خلوية. دي مهمة او دي لها
طريقه مع الجهاز المناعي ودي لها طريق جهاز عدوي. هنا لما نكبر الاعداء على اليمين زي ما انت شايف كده لقطه مكبره البكتيريا على قمه ابره، ابره خياطه، شايفين حجمها بيبقى صغير قد ايه، بس تكاثرها فظيع. كذلك الانفلونزا اللي موجود على الغشاء المبطر للانف فوق على الشمال، شايفين التراكمات ده لو ما تنضفش كويس بالاستنشاق او كده هيعمل مشكله. كذلك تحت على السنان بعد ما تتنضف، شايفين يعني حتى بعد ما تنضف هتلاقي برضو فيه بكتيريا. يعني الاعداء محوطينه في كل مكان. هنا نفس الكلام فيروسات، بس الفيروسات هنا بقى ايه، ادا فيروس الايبولا على الشمال والانفلونزا والبرد، دول مشاكل بيعملوا مشاكل كبيره. ولأي بقى لانهم بيغيروا من الجلد بتاعهم زي ما انت شايف على اليمين كده، يعني كل سيزون تلاقيه عمل سيكونس جديد او عمل تركيب جديد، وبالتالي التطعيم ما ينفعش نلاقيه سيزون واحد. ومعظم الفيروسات دي طبعا بتبقى ار ان ايه، طالما الفيروس ار ان ايه صعب جدا ان هو تتغير او تتصلح الميوتيشن بتاعته. اما لما يكون دي ان ايه ممكن الشريط من الشريطين يصلح اللي باص في الشريط الثاني، انما لما يكون ار ان ايه خلاص للاسف. نيجي بقى المكونات، احنا عرفنا الاصدقاء وعرفنا الاعداء وخطورتهم واشكالهم. نيجي بقى الجهاز المناعي اللي هيتعامل مع الاعداء دي، تعالى كده ايه هو؟ هنيجي هنا على اليمين هنلاقي اعضاء في الوسط، اعضاء اوليه. اوليه يعني ايه؟ اعضاء دي من غيرها ما يبقاش في جهاز مناعي. طب ايه الاعضاء الاوليه؟ لان هي دي اللي بيتكون وبيتدرب فيها، يعني تكون ويتعلم ويتدرب. لا ده أربع حاجات، يتولد وبعدين ينمو وبعدين يتعلم وبعدين يتدرب. فمهم جدا مين بقى في الأعضاء الأولية؟ عندي عضوين مهمين جدا جدا، نخاع العظم والغدة التوتية. طب الأهم فيهم إيه؟ نخاع العظم. ليه؟ لأن نخاع العظم هو المصنع المناعة من الآخر كده، مصنع المناعة، والمصنع ده ملحق بيه إيه كمان؟ جواه مدرسة، من مدرسه ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه. اوكي طيب، النخاع العظم ده طبعا كل ما يكون النخاع احمر وفي العظام الطويله كل ما يكون صحي، لان عدد الخلايا الجذعيه موجوده فيه. مش هنتكلم في الموضوع ده لانه جاي في سلايد بعد كده، بس نبقى عارفين ان النخاع العظم ده لكل الخلايا المناعيه بتتكون فيه، كلها الليمفوسايتس والخلايا الطبيعيه الغير متخصصه. اما الغده التوتيه بيحدث فيها نضج نهائي وتدريب لمين؟ وتعليم للخلايا التائيه، للخلايا التائيه. عشان كان نقول على تي، لان اول كلمه في اللغه الانجليزيه في الكلمه الانجليزي تايمس، فعشان كده تايمس جلاند يعني، فنقول عليها تي سيلز. اما البي سيلز تطلع من نخاع العظم بنسميها بي، لان اول حرف في النخاع والعظم هو بون مارو، كلمة بي حرف البي، فبنسميها بي سيلز. طيب على اليمين بقى أعضاء ثانوية. يعني إيه أعضاء ثانوية؟ بعد الخلايا ما تتكون وتنمو وتتعلم وتتدرب في النخاع العظمي اللي هي البي سيلز والغدة التوتية اللي هي التي سيلز، تخرج للدم وتروح للأعضاء الثانوية اللي هي تحت العقد الليمفاوية والطحال. تعمل إيه هناك بقى؟ تبحث بقى، تبتدي تشتغل أرض المعارك بقى، تشتغل هناك مع الأنتيجين وتبتدي بمعركة معينة هنتكلم فيها بعدين. طب هل الكلام ده بس؟ هل ده مكونات الجهاز المناعي؟ أعضاء أولية عبارة عن غدد النخاع العظم والغدة التوتية وأعضاء الثانوية العقد الليمفاوية والطحال؟ لا، في حاجات غير مناعية، أنسجة غير مناعية بس مليانة خلايا مناعية. أوكي، عشان كده هنجيبها على جنب، اللي هي الكبد مليان خلايا مناعية، الرئة مليانة خلايا مناعية، الامعاء مليانه خلايا مناعيه، الجلد مليان خلايا مناعيه. طيب تعال نشوف على الارض الواقع. على اليمين تعال بص، هتلاقي العقد الليمفاويه موجوده فين؟ موجوده في منطقه الراس والعنق وتحت الابط، وموجوده عند الحوض، وموجوده عند الحته بتاع الفخذ يمين وشمال، كل حته تفتح في، وفي الزايده الدوديه في برضه عقد ليمفاويه، وفي اللوز، اللوزة دي أكبر واحدة، فهتلاقي العقد الليمفاوية منتشرة في كل مكان. العدد اللي باين هنا قليل من العدد الحقيقي، بس ده عشان يوريك يعني. في إيه تاني؟ عندك الطحال الأحمر أهو، أوكي؟ وعندك عقد بقى الليمفاوية قلناها،
وبعدين عندك نخاع العظم الأحمر في العظام الطويلة زي ما قلنا، وبعدين عندك الغدة التوتية اللي هي فوق القلب. أوكي، فيبقى عندي عرفنا هنا المكان، الغدة التوتية فين؟ فوق القلب في القفص الصدري فوق، والطحال فين؟ جنب المعدة اللي هو على الشمال. لأن الراجل ده لما الصورة دي أنت طبعا بالنسبة لك يمين، لكن هو بالنسبة له إيه؟ شمال. لطع بايرز دي موجودة جوه الأمعاء، وبعدين النخاع العظم شفنا موجود فين وهكذا. اللي على الشمال ده الجهاز الليمفاوي، الخلايا المناعية اللي بتمشي فيه الطحال والتايمس والبون مارو والعقد الليمفاوية ومش عارف كل ده، بتوصل ازاي في الأماكن دي؟ عن طريق حاجتين، بلاد فيزل وعن طريق العقد الليمفاوية. بس العقد الليمفاوية زي ما انتم شايفين هنا الشبكة باينت اهي، شايفين هنا على اليمين ما كانتش باينة قوي، لكن أعداد بسيطة، لكن هنا زي ما انتم شايفين كتيرة جدا تحت الجلد. كل العقد دي عقد ليمفاوية مليانة اميون سيلز. تلاحظوا ان كل عقدة داخل وخارج منها ايه؟ وعاء ليفي، وعاء ليمفاوي، وعاء ليمفاوي يجيب الخلايا ويطلعوا منها. دي بنسميها الجهاز الايه؟ الليمفاوي، اللي هو مسؤول عن ان ربط العقد الليمفاوية مع بعض وفي الجسم كله. طيب نيجي بقى نمسك واحد واحد سريع. النخاع العظم، نخاع العظم ده زي ما لو خدنا مثلا عظمة الفيمر اهي اللي هي الفخذ وشفناه واشرنا منها حتة، هنلاقي النخاع العظم الايه موجود، وتحته المنطقة بقى السفنجية اللي هي ايه بيطلع من اللي هو المارو اللي هو النخاع نفسه. فالنخاع بقى بيطلع منه ايه على اليمين؟ بيطلع منه جميع الخلايا الدموية، منها كرات الدم الحمر فوق وتحتها البليتلت، هذا جزء. جزء تاني اللي هو عبارة عن خلايا المناعية اللي هي كرات الدم البيضاء، يعني فوق كرات الدم الحمراء بتبقى نيوكليتد يعني فيها نيوكلس وتطلع من البون مارو وتحتها البليتلت. وتاني بقى يدي ايه برضو؟ يدي الخلايا الليمفاوية. وبعدين خد عندك بقى الخلايا التانية، الخلايا الليمفاوية اللي هي السبيسيفيك اللي هي المتخصصة، وبعدين الخلايا بقى الفطرية الطبيعية اللي هي الأحادية، المونوسايت، الحمضية، القاعدية، المتعدلة. اوكي؟ طيب ده باختصار يعني. يبقى عد كم خلية مناعية كده؟ الليمفاوية واحد بس، هما اتنين تي وبي، وبعدين الأحادية ثلاثة، الحمضية أربعة، القاعدية خمسة، التعادلية ايه ستة، لكن هما أكتر من كده زي ما هوريكم. طيب تتميز فيه الخلايا الناشئة اللي هي الستيم سيلز، النخاع العظم مليان ستيم سيلز، وستيم سيلز اسمها هيماتوبيوتيك يعني الدموية، لأن عنده في ستيم سيل تانية مالناش دعوة بيها اللي هي ميزينكايما اللي هي بتودي الخلايا للبرين والكتني اللي هي غير دموية، مالناش دعوة بيها، خلينا في الدموية اللي هي هيماتوبيوتيك ستيم سيلز اللي هي الناشئة إلى كل الأنواع الخلايا الدموية قبل خروجها للدم. أوكي؟ ثم تمام نضجها يعني تكون الحاجة اللي أنا قلت عليها الأول تكوين، ثم النضج قبل تمام نضجها في الأعضاء الأخرى ما عدا إيه؟ الخلايا البائية. الخلايا البائية يحصل لها إيه؟ لا تخرج منه إلا بعد تمام نضجها على مراحل، ثم تدريبها على تمييز الغريب من الذات. يعني الخلايا الليمفاوية البي سيلز لا ما تخرجش إلا بعد يكون تم تدريب تعليمها وتدريبها. عشان كده او بنقول عليها بي ليمفوسايت. ليه سماها بي ليمفوسايت؟ لانها بتتكون في البون مارو او الحرف اسمه البي. طيب نيجي بقى ل الخلايا دي، احنا لسه في البون مارو. اوكي، الخلايا الجذعيه بقى بتديني ايه؟ لو بصيتوا اقصى اليمين، يعني يا ريت تعرفوا دي ليكوا حتى، يعني الخلايا الجذعيه اقصى اليمين تعالى بيطلع منها سهم اهو، خليك معايا كده بالقلم، سهم اهو طلع فوق ادى حاجه اسمها طليعه الخلايا النخاعيه. اوكي ماشي، طليعه اطلع سهم منها تدي مولدات الخلايا كبيره النواه. اوكي، وبعدين تطلع منها تديني ايه؟ اتنين كرات الدم الحمراء وخلايا كبيره النواه اللي هي الميجا كاريوسايتس اللي هي بتدي بعد كده البليتل. يبقى الصف ده اهو اللي هي طليعة الخلايا النخاعية في نهايته هيدي ايه؟ كرات الدم الحمراء والميجا كيريوسايتس اللي هي بتاع البليت. ناش دعوة بدي. تعالوا بقى نمسك اللي تحت اللي هو السهم اللي على اليمين تحت الخلايا الجذعية.
ادى السهم ده هيوديني فين؟ طليعه. ما كل طليعه تديني بقى الخلايا النهائيه، طليعه الخلايا الليمفاويه، يبقى هتديني ايه في الاخر؟ خلايا بي على اليمين تحت، وخلايا تي على الشمال، وفي الوسط خلايا اسمها خلايا طبيعيه قاتله. يبقى الخلايا الليمفاويه اللي بتطلع من طليعه الخلايا الليمفاويه تلات انواع من الخلايا. خلايا الليمفوسايتس اللي هي تي اقصى الشمال والبي اقصى اليمين، وفي الوسط خلايا تانية الليمفوسايت اسمها ناتشورال كيلر، خلايا طبيعيه قاتله. ده بالنسبه للجزء الاولاني اللي بيطلع من الخلايا الجذعيه اللي هي الخلايا الليمفاويه. يبقى ما بين الخلايا الجذعيه وما بين الخلايا النهائيه في حاجه اسمها طليعه الخلايا الليمفاويه. يبقى كل حاجه لها طليعه. نيجي بقى لطليعه الايه؟ الخلايا المتعصنه اللي هي الدندريتك سيلز اللي بيطلع منها زوايد. في سهم طويل منقط اهو نازل تحت خالص، طليعه الخلايا المتغصنه. اوكي؟ في الدم. وبعدين تتميز تطلع ايه بقى؟ لخلايا بالغه ومتغصنه. متغصنه يعني ايه؟ طالع منها زوائد كتير جدا اللي هي الدندريتك سيلز. فاضل حاجه واحده اللي هي ايه؟ الخلايا الغير متخصصه. هنطلع فوق تاني عند الخلايا الجذعيه هنلاقي مولدات خلايا الدم البيضاء المحببه وحده النواه. ماشي، هتيجي تديني يا اما تحت خلايا وحده النواه اللي هي المونوسايت، يا اما فوق الخلايا المحببه بانواعها الثلاثه. هذا الموضوع. اللي انا عايز اقوله لكم هنا ان الخلايا الجذعيه الاساس رقم واحد، وبعدين يطلع منها طلائع. في طلائع بقى للار بي سيز، وفي طلائع للخلايا الليمفاويه، وفي طلائع للخلايا الايه؟ المتخصصة الغير متخصصة، وفي طلائع للخلايا الدندريتك اللي هي المتعصبة. يبقى في عندي كم طالع؟ واحد للليمفوسايت، طلائع واحدة للليمفوسايت، واحدة للخلايا كرات الدم الحمراء، واحدة للخلايا المحببة والوحدة النواة، وبعدين للخلايا المتعصبة. موضوع بسيط جدا وسهل بس عشان تبقوا عارفين. يبقى تعطي الخلايا بقى لما نيجي نقرأ على الشمال، تعطي الخلايا الباقيه الخلايا الناشئه الام او الجذعيه يعني الام، خلايا ناشئه تتميز بدورها الى كل انواع الخلايا الدمويه الاخرى شامله الخلايا المناعيه الليمفاويه المتخصصه والغير متخصصه بانواعها، علاوه على كره الدم الحمراء والصفائح الدمويه. الغده التوتيه قلنا موجوده في القلب، بتعمل الغده التوتيه تكون الخلايا التي سيلز البيبي بتتكون في البون مارو، بس بتنضج في البون مارو؟ لا. بتتعلم في البون مارو؟ لا. بتتدرب في البون مارو؟ لا. امال بتتدرب فين؟ في الغده التوتيه اللي هي عليها السهم الصغيره خالص هو القلب. يبقى تهاجر اليها الخلايا التائيه الناشئه من نخاع العظم عشان يتم نضجها هناك الى خلايا تائيه قاتله وخلايا مساعده. يعني تخرج من التايمس البيبي دي تي سيل، تخرج من الصيام عباره عن اثنين، تتميز الى خلايا قاتله وخلايا مساعده. قاتله تي سيلز ومساعده تي سيلز بنسبه ايه؟ القاتله واحد والمساعده اثنين، يعني الخلايا المساعده الهيلبر ضعف الخلايا القاتله. ليه؟ لان احنا من الهلب والقاتله ممكن تموت بسهوله. هتموت مين؟ هتموت الخلايا الانفكتد بالفيروس او بالبكتيريا، او تموت الخلايا السرطانيه. اوكي. الطحال سهل. ده راجل بقى ايه؟ بيجيله خلايا جاهزه، هو موجود زي ما انتم شايفين تحت المعده اهو، وبيجيله تحت الحجاب الحاجز، وبيجيله الخلايا الناضجه سواء من البون مارو من نخاع العظم او من الغده التوتيه جاهزه بعد ما اتدربت وبعد ما يعني اتعلمت. تهاجر اليه الخلايا التائيه من الغده التوتيه والباقيه من نخاع العظم ليتم التفتيش هناك على اي جسم غريب والتعامل معه في منظومه متابعه متكامله بين انواع الخلايا المختلفه. ثم خروج الخلايا من هناك من السبلين من الطحال القاتله للدم، ثم الاعضاء الاخرى المصابه بنفس الجسم الغريب عشان تبحث بقى عن حاجه مصابه تموت. هذا الموضوع، عشان كده بيقول عليه سكندري او ثانوي، لانه بيجي له الحاجه جاهزه وبعدين يبتدي فيه الشغل نفسه. او العقد الليمفاويه احنا قلنا منتشره في كل مكان. لو بصينا على اليمين، الصوره اللي على اليمين، هنلاقي في غدد ليمفاويه طبيعيه حجمها عادي. اول ما يحدث اصابه فيروسيه او بكتيريه ويحدث تضخم على طول للغدد الليمفاويه زي ما انتم شايفين، ودي اللي بيحسس عليها الطبيب يشوف فيها تضخمت ولا لا. وزي ما انتم شايفين عامله فوق ازاي،
هو نفس الشخص بس الطبيعي اللي هو الصورة العادية دي، تدل على طول في مشكلة، في مشكلة يا إما فيروس شديد جدا، بكتيريا شديدة جدا، بس عادة بيكون فيروس، أو بقى والعياذ بالله الفيروس أدى زي إبشتاين باير فيروس أدى إلى تكوين ليمفوما، سرطان ليمفاوي. يبقى العقدة الليمفاوية تهاجر إليها زي السبلين طحال، تهاجر إليها الخلايا التائية من الغدة التوتية والبقية من نخاع العظم اللي يتم التفتيش هناك عن أي جسم غريب والتعامل معه في منظومة متكاملة، وبعدين تخرج للدم وتروح تدور على إيه؟ أي جسم، أي خلية انفكتد عشان تتعامل معه. وده شكل توزيع على الشمال الراجل ده فيه بقى إيه؟ كل الإيه؟ الـ الأعضاء والأنسجة المناعية، بس هنا بنركز بقى على شبكة العقد الليمفاوية. شايفين عاملة ازاي؟ النقاط كتيرة دي والخطوط اللي ما بينها دي الأوعية الليمفاوية اللي بتوصلها ببعض، شيء غريب يعني، تفتح أي حتة تلاقي عقدة ليمفاوية. ودي بقى اللي على اليمين دي عقدة واحدة، شوف شكلها رائع جميل، عبارة عن فصوص من جوه وبعدين وعاء داخل ووعاء خارج، وما بين الفصوص تدخل الخلايا، تدخل ما بين الفصوص وبعدين تدخل الفصوص وتقعد هناك شوية، منظر رائع جدا. وكل ده محاط بمحفظة، محفظة عشان تحميها من أي إيه، من أي وده هنا بقى بيمثل الخلايا بتخرج من نخاع العظم زي ما انتم شايفين فوق اهو، نخاع العظم تطلع منه البي سيلز والخلايا الغير متخصصة يروحوا الدم جاهزين، وبعدين منه تطلع التي سيلز فوق على التايمس، وبعدين بحث ما حصل لها نضج تنزل ايه الوعاء الدموي. في النهايه بعد البون مارو البي سيلز ما تنضج في البون مارو او تي سيلز تنضج في التايمس، الاثنين في النهايه هيروحوا البلاد، ومن البلاد هيروحوا فين بقى؟ على الليمف نود والطحال زي ما قلت لكم من شويه، هيروحوا عباره عن خلايا ليمفاويه بائيه وخلايا ليمفاويه تائيه، وليمفاويه ايه التائيه دي عباره عن مساعده وقاتله. ادي عمليه الدوران ازاي بتتم. نيجي بقى أنواع رد الفعل المناعي، ممكن يكون غير متخصص أو متخصص، أوكي؟ اللي هو المكتسب، الطبيعية أو مكتسب. الطبيعية غير متخصص عبارة عن خلايا محببة وغير محببة، ودي تشتغل فوراً immediately، مش محتاجة أي وقت ومع أي حاجة وبدون تخصصية عشان تنهي الموضوع في خلال دقائق أو ساعات. أما المكتسبة تستنى لحد اللي هي المتخصصة، وبعدين المتخصصة قلنا الليمفاوية اللي هي عبارة عن التي والبي، تستنى لحد ما الغير متخصصة تشتغل وتقضي مهمتها، وبعدين هي تبتدي بقى تتعرف على الانتيجينات اللي اشتغلت عليها المتخصصة. فممكن نمثل الغير متخصصة دي كعناصر الأمن المركزي، أما التخصصية دي بقى لا، دي الضباط يبتدوا يشتغلوا بقى مع اللي مسكوهم ويبتدوا يتعاملوا معهم بقوة. فوق شكل الخلايا الطبيعية اللي هي قلنا الغير متخصصة، أوكي؟ عندك الخلايا كم واحدة؟ أربعة. أول واحدة خلية واحدة النواة، وبعدين خلية قاعدية بيزوفيل وحامضية ومتعادلة. يعني حامضية ومتعادلة وقاعدية معناها أن السيتوبلازم اللي فيها في المتعادلة البي اتش بتاعه نيوترال، الجرانيولز اللي فيه البي اتش نيوترال. طب الحامضية البي اتش أسيديك، طب والقاعدية بيسك، اوكي. ننزل تحت بقى لا نلاقي الخلايا ما فيش فيها جرانيولز لان اللي فوق دي معبأة من الاساس، انما تحت الجرانيولز بتتكون بعد ما يحدث تنشيط، اللي هي الخلايا المسؤولة عن المناعة المكتسبة، عبارة عن على اقصى اليمين ادي الخلايا الليمفاوية تتقسم لايه؟ لتي وبي، وبعدين التي تتقسم لايه؟ لهيلبر فوق المساعدة، وسيتوتوكسيك تحت اللي هي القاتلة. ده قاتلة يعني ايه؟ تموت اي خليه مصابه ببكتيريا او فيروس او خليه خليه سرطانيه. ده شكل الخلايا المناعيه الغير متخصصه فوق والمتخصصه تحت. يبقى كم خليه الاجمالي هنا؟ ادي اربعه فوق واربعه تحت، يبقى كام؟ يبقى او نشيل منهم بقى واحده يبقوا سبعه. نيجي عدد الخلايا دي في الدم ايه؟ السلايد دي برضو مش موجوده عندكم بس لازم تبقوا عارفين. في قاعدة ظريفة كده اسمها never let monkey eat banana عشان تحفظ النسب بتاع الخلايا. انت عندك دم وعندك فيه خلايا اللي هي المتخصصة والغير متخصصة، لازم تبقى عارف الانسان الطبيعي النسب دي بتبقى قد ايه. ففي
يعني قاعدة ظريفة جدا احفظها، never let monkey eat banana. اكتبها اوكي. النيفر اللي هي النيتروفيل، الان الليت اللي فيها ليمفوسايت، والام في المانكيز اللي هي مونوسايت، والاي في الايت اللي هي ايزينوفيل، والبي في البنانة اللي هي الايه البيزوفيل، لان هم دول اللي بيانوا في التحليل الدم اللي بتعمله لاي حد. كام خليه؟ 5. نيتروفيل 60% اعلى حاجه اللي هي المحببه القاعديه، ليمفوسايت 30% اللي هي شامله تي والبي، مونوسايت 6% تنزل تقل بقى، ايزينوفيل 3% وبيزوفيل 1%. بس ممكن يحدث لخبطه في كل ده حسب الايه الاصابه بميكروب معين. فيعني ارجو انا حطيتها لكم 60 30 6 3 1، اظن سهله يعني 60 30 الاول في الميه، وبعدين شيل الزيرو من هنا ومن هنا يبقى 6 3 وبعدين اتبقى 1، فسهله جدا انك انت تحفظ كده. اكون خلصت في التركيبات وعدد الخلايا وانواعها ونسبها والمصادر حقيقي. انا عندي كتاب اسمه سفاري الى الجهاز المناعي، منشور من اكاديمية البحث العلم والتكنولوجيا. انا يسعدني جدا ان اديه لاي حد يشوفه اللي يطلبه مني. وعلم الاحياء طبعا ده الكتاب الاساسي بتاعكم اللي انا اعتمدت عليه في الاساس. وبعدين في كتاب رائع جدا اسمه معجزة الجهاز المناعي لدكتور اسمه هارون يحيى، ده كان هو راجل ياباني بس غير اسمه بقى اسمه هارون يحيى، راجل مبدع وفيلسوف ومتدين جدا، وعامل سلسلة جدا من الكتب في إعجاز القرآن وإعجاز الدين، ومنها معجزة الجهاز المناعي، كتاب جميل جدا ممكن تقروه. لكن وكلهم تحت إيدي يعني اللي عايزهم تحت أمر. بالإضافة أنا بنشر مقالات عربية، حوالي 50 مقال نشرته حد الآن في حاجة اسمها منظمة المجتمع العلمي العربي اللي هي موجودة فوق خالص دي. لو كتبت على جوجل منظمة المجتمع العلمي العربي، سواء بقى الإخوة المدرسين مش عايزين نسكل على الطلاب أو الطلاب اللي عايزة تستزيد، وكتبت محمد لبيب سالم، هيطلع لك بقى مقالات كتيرة جدا جدا مبسطة باللغة العربية. يعني مثلا العلاج المناعي للأورام على أقصى اليمين، قصة نجاح، على الشمال الجهاز المناعي وتعلم النظام والتخصصية منه زي ما أنا قلت لكم من شوية، وبعدين بعد كده في الذاكرة العصبية والمناعية، مقال جميل جدا. وبعدين على الشمال قصة الهروب الكبير للأورام من جيش الدفاع المناعي. دي اللي عايز يستزيد من بعض المعلومات، لأن أنا كاتبها بأسلوب بسيط وبرسومات كويس. مع أطيب الدعوات بالتوفيق للسادة الأساتذة وأبنائي الطلاب في فهم هذا الجزء الأول والثاني من الباب الرابع للمناعة في الكائنات الحية للصف الثالث الثانوي، وده إهداء مني للسادة الأساتذة والطلاب. وإن شاء الله أكمل معاكم في خلال اليومين اللي جايين تسجيل المحاضرة الأخيرة اللي هو الجزء الثالث من الجهاز المناعي في الإنسان، وهيبقى برضو جزء بسيط وسهل إن شاء الله. شكرا جدا جدا لحضراتكم، وأتمنى لكم عام موفق وسعيد. وكان معكم أستاذ دكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة كلية العلوم جامعة طنطا. وللتواصل موجود الإيميل وهو نفسه بتاع الفيسبوك. وتحياتي وربنا يوفقكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم التسجيل بطنطا يوم 14/4/2020. شكرا، مع السلامة.